يعني في إطار تحضير الانتخابات التشريعية قمنا بإعداد برنامج خاص يتضمن دورة تكوينية لفائدة مؤطري مكاتب ومراكز الانتخاب. هذه الدورة انطلقت اليوم 26 مارس، وهي خاصة أولا برؤساء المراكز، نبين لهم دور رئيس المركز في العملية الانتخابية. يوم 28 سيكون يوم تكويني خاص برؤساء المكاتب، ويوم 30 مارس سيكون دور تكويني لفائدة كتاب مكاتب الانتخاب. فيما يخص لي بانو بوبليسيتير، لي بانو هادو تاع الاشهاريه، عندنا 30 موقع على في اقليم البلديه، ورانا الى حد الان رانا شرعنا في لومبلاسمون تاعهم، رانا بدينا فيهم، وان شاء الله نهار ثلاثة نكونوا كملنا ان شاء الله. فيما يخص التعليق، تبدا فتره التعليق الانتخابي يوم الاحد 9 افريل 2017 وتنتهي يوم الاحد 30 افريل. هذا هو لا بيريود تاع التعليق.